كيصلي العشاء هيداك طحن، هيداك طحن صلي العشاء. انا قلت لكم ما ندخلش الليل. دابا غدا مساكن عنده 3 ايام كنقول له تمشي عند راجلي ونش هاد السيدة هادا اللي عمل هادشي هادا، أنا مكوية جوجية داري مشات وتحرقت، رجلي مشى، بقيت على الله، وعاد المشكلة غير الناس اللي عطاوني، شو تشوفي شو هادي راه الناس عطاوني، مسكين واحد السيد قال لهم عطيوها تدخل هي وابنا، تيحن عليها الله. شكرا الحمد لله، ولكن اللي جاتني قاصحه الدار مشات الراجل مشى الحمد لله الحمد لله، اللهم لك الحمد يا وليدي، قضى الله وهذا ما عندنا ما نعمل. دخلت والله هدا من الاجار وما كرهتكش تعاودي الحادثه كيفاش وقعت. الله يوقف معك ودي الحادثه ولدي وقع، كنا عادوا الدار مزيانه ما بينا حتى شي حاجه، الراجل مشى يصلي المغرب قال لي مشي التليفون عطاه لك ولدك مشي عمر له النوامر وجيبو، هو مشى للجامع مع المغرب، راجلي مسكين الله يرحمه ويوسع عليه الحبيب ديالي صلى المغرب وما تحطش دغيا جا للدار لان ما صلاش العشاء، جا فتح الباب دخل، ملي دخل بقى جالس هذا هو ما كيسمعش بزاف، ما عرفناش من الحريق واش من البوطه د الغسيل او لا ما عرفناش الان ما عرفناش، هو مسكين ما كيسمعش، هما كيعيطوا لي الجاره غادي يجي يجري الدار ديالك تحرقت، جيت كنجري جيت كنجري ولدي عيطوا له طلعنا، هو كي كان كيصلي العشاء هيداك طحن هيداك طاح صلي العشاء، ملي جينا بقينا الدراري كيطفيو داك الشيء عيطوا للمخزن جاو واحد السيد هو اللي شاف قال الله اكبر الراجل ميت، انا كنقول لهم لا هو باقي عاد صلى المغرب باقي، ولدي مسكين قال لهم هذا الصبا الضبا صافي قلت له هو تحرك هو مسكين تحرك، قلت له صافي وليدي باك مشى مات، بقينا كيجرد كلشي كلشي فاز وكلشي بالميمان. عاد قالوا لنا بلي انتينا كتسكني في واحد البيت يعني واحد البيت مسطح، لا بيت مسطح عندي بيت ووسط الدار صغيره وكوزينه صغيره الدار، على قد جود ديالي قد السطيطة ديالي، حنا ما عندناش حنا وليدي حنا قد الحال، انا نعطيكم تشوفوا الحاله ديالنا، راه الانسان راه البيت شتا عليا وبرد عليا وصابري الحمد لله، ولكن دابا ملي مسكين ملي باش يخرجوا واحد السيد اللي استغني ولدي طلع باش كيشوفو قال له انور علي التليفون دوي ولدي على النية ديالو لان الدنيا ما هادي ملي مشى باش كيجبرو شاف الجيب هو عرف السمية ديالي وشاف شي تاع حفظ جا قال لي خالتو قال لك انور عطيني التليفون باش نصورو عم محمد حتى السمية حفظها انا على النية ديالي عطيتو التليفون خرج ملي خرجوا لي راجلي وجات بولونسيه خرجوا بديت كنقولوا فين داك السيد اللي كيقال غادي يصور مشاو عيطوا التليفون جرو مطفي لا غدا الصباح انا كيقول لك اسيدي هو كيستغني وكيعيط للناس نقدوا هاد السيده وما عندهاش يعني الساغه ديك الظرفيه اللي كانت الحريق الحريق باقي يلا خارج يبيعوا المخزن والدنيا ما تقول لك ما تمناهاش العدود ديالك ما تمناهاش من عندي دالي ديك التليفون كنصونيو عليه ما بغاش كيقول عندي النوامر الورقه ديال الطبيب عندي الرانديفو ديال الطبيب انا بالعمليه الورقه الدواء ديال ولدي لان ولدي رجله مريض راه ما عارفين ولدي انا الحائله شحال عندك الدراري؟ عندي واحد ولا عندي واحد مريض مسكين بالرجل ديالو كيتلقى الصديد
راهم راه بغاو يشوفوا الدواء اللي مستعملوا، راه غير باكي عندي 22 فرنك خصني كل 24 كل شهر خصني ديك باستيات، هما يشوفوا الجيران ويقولوا لك. وقالوا لي بلي هذاك السكينه اللي عندك هذيك كونسيغ كاريه. كاريه انا كاريه وليدي ماشي سكينه، انا كاريه ديك السكنه سنين وما عندناش، انا صابرين ما عندناش باش انا ناخذ دار كبيره ولا مثلا بويت وسط على قد الحال. الراجل عندي مريض والتقاعد ديالو انتم كتعرفوا التقاعد قليل، لا قد جو ديالنا الحمد لله، ولكن هذا السيد هذا اللي عمل هادشي هذا انا مكويه جوجيه داري مشات وتحرقت، رجلي مشى بقيت على الله. وعاد المشكله غير الناس اللي عطاوني شو تشوفي هذه راه الناس عطاوني مسكين واحد السيد قال له معطيه يدخل ليا وبنا تيحن عليها الله، الا تشوفوا الدار راه شفتها وما فيها ما يتشاف، بقيت على الله راه غير هذه السيده اللي مسكينه عطاني شات لي الحويج. تصدمت رجلي مشى داري مشات الحمد لله الحمد لله. يعني دابا بقيت غير نتناول الولد ديالي. صح انا والولد ديالي الناس عطوني فيني نعاس وكنت رجا والله. وما قدرتيش يعني السكنه كامله تحرقت ما قدرتيش تخرجوا منها شي حاجه. ما خرجنا قلت لك المغروفه الاخرانيه قسما بالله ولا خرجت حتى حاجه ما خرج، بقيت بالجلابه اللي كنت خرجت بها هذه اللي بقيت. والحبيب دراجلي مشى الله يولي بالرحمه والمغفره. وعاد ما تستاجد المسكين. مساء كيصلي العشاء وليدي. يعني داك يصلي العشاء هو مسكين ما كيسمعش وداك الطقطق داك الحريق والتخاخن ها باش نخرجوا ما عرفناش والناس الله يكثر خيرهم الجيران باش نخرجوا حول ولا قوه. دابا الحومه هذه يعني غنيه عن التعريف هذه في طنجه، دابا فين كنتواجدوا حنا الحومه اسبانيو؟ الناس الله عمرها سلعه، الجيران الله عمرها سلعه، الناس زعما الله يكثر خيرهم. مش نقول لك الله يكثر خيرهم الله يكثر مثالهم الحمد لله الحمد لله الحمد لله. وقع مقهوره وهذه مساكين كيفوجوا عليا، انا جالسه هنايا السيد عطاني بالدينار ديالو قال لي بقى انت يحن عليك الله تتشوفوا هذا الحال. دابا غدا مساكين عنده ثلاث ايام كنقول لهم تمشي عند راجلي ونش الحمد لله الحمد لله الحمد لله شكره ما عندنا مانا من القدر الله واد الحمد لله. وانا ما نقول لك اوليدي هادشي اللي مكتب علينا والله وليدي من اللي بقاتي، ولكن الناس هيدا كان بس جالس هيدا كان قايل وحده مريضه الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. يعني من بعد كانت عندك السكينه ديالك وحمد عليها الله وكنتي عايشه وكاريه وكتقاتل. كنت قاتل واخا ديك المنضه قليله كنتقاتلوا مع الدواء وعاد الراجل كان عندي مريض ازماتك الضيقه هالرابوز مسكين كيعمل اكسجين زعما ماشي مع الوقت الحمد لله ونشكر الحمد لله. ولكن اللي جاتني قاصحه الدار مشات الراجل مشى الحمد لله الحمد لله اللهم لك الحمد وليدي قدر الله وهذا ما عندنا ما نعمله. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.